أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة، سواء أسئلة عن آيات في الكتاب المقدس أو تعليم في الكتاب المقدس أو أسئلة في الحياة العملية. النهاردة هنكون بنبتدي عن موضوع الكتاب المقدس نفسه، لأن في سؤال جالنا من شخص بيقول هل في علاقة بين الأصفار بعضها ببعض وإيه هي العلاقة دي؟ عزيزي المشاهد، لو أنت لك علاقة مع الرب اعرف أن الكتاب المقدس ده من أعظم عطايا الرب ليك، ولازم تشكر الرب من أجل الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو اللي بيغير الناس، ودليل أنه هو كلمة الرب أنه بيغير النفوس، بيحرر النفوس، بيغير عائلات. وزي ما قال الكتاب من ثمارهم تعرفونهم، كتاب قال كده على الخدام. كمان الكلمة تعرفها انها دي كلمة الرب من ثمرها واولا في حياتك. زي الكلمة دي بتغيرني، لاني كلمة الرب لها قدرة على تغيير الإنسان وتنقية الإنسان. الرب قال كده، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فالكتاب المقدس عظيم، أعظم كتاب، وبنعيش كل العمر مديونين للكتاب المقدس. من عظمة الكتاب المقدس تكوينه، لأنه وده الإجابة على السؤال ده، العلاقة بين أصفار وبعض. لأن الكتاب المقدس ما تكتبش في وقت قصير، لا، الكتاب المقدس كتب في حوالي 1500 سنة، 15 قرن أو ربما 16 قرن. 1500 سنة، نعم، بين أول سفر اتكتب وآخر سفر كام قرن؟ 16 قرن. واستخدم الروح القدس لكتابة الكتاب المقدس 40 شخص. يعني كتاب مش كتب واحد، وما اتكتبش في وقت قليل، ده اتكتب مسافة زمنية ضخمة بين أول سفر اتكتب وآخر سفر اتكتب، 16 قرن، 1600 سنة. إنما هي دي المعجزة بتاعت الكتاب المقدس، إنه رغم إزاي 40 واحد ويكتبوا في زمن طويل قوي قوي قوي، وبعدين يلاقي الكتاب المقدس بيكمل بعضه ووحدة، يعني مش كتب. صحيح الأصفار هي الكتب، إنما في النهاية هو كتاب واحد لمؤلف واحد هو الروح القدس. استخدم 40 قلم، زي واحد بيكتب مرة بقلم أزرق مرة بقلم أحمر، لكن هو نفس الشخص. فالروح القدس عمل الكتاب المقدس في وحدة مدهشة عجيبة، رغم ان كل حاجة تقول انه ما يطلعش واحد، لاني مش بس الفترة الزمنية الطويلة، يعني اللي كتبوا في الكتاب المقدس مختلفين تماما بعضهم عن بعض. يعني في اختلاف في الناحية الاجتماعية، يعني سليمان كان أغنى أغنياء الأرض، أغنى ملك، ربما أغنى ملك، مش ربما، هو الحقيقة دي أغنى ملك في التاريخ. والآثار لما يعني في ناس كانتش مصدقة اللي مكتوب في الكتاب عن كم الذهب وكم الخيل اللي عنده وكم الفضة، إنما الاكتشافات بتاعت الآثار أثبتت إن في أماكن تدل على إن كان في مخازن ضخمة لهذه الأمور. فبقول كده إن أغنى أغنياء العالم كتب، واحد من الأربعين شخص اللي كتب،
وكتب أسفار زي كتب الأمثال، كتب الجامعة نشيد الأنشاد. نشيد الأنشاد في الأمثال بيعلمك الحكمة، ده ألم بيستخدمه الرب. طب والحكمة تبان إزاي في السفرين اللي بعديهم؟ أنا أوري لك الوحدة بين الأسفار وبعديها. سفر الجامعة يعني هدفه إعلان أن مفيش حاجة تشبع قلب الإنسان، أن كل باطل وقبض الريح، وأن الإنسان أكبر من المادة، مفيش حاجة في لا تشبع العين ولا تشبع الأذن، الكل باطل. قال لك كده في سفر الجامعة وقبض الريح. عزيزي المشاهد، سفر الجامعة بيقول لك كده، عمر الفلوس ما تشبعك، عمر الجنس ما يرويك ويشبعك، كل ده جربه سليمان وطلع والرب خلاه يكتب التجربة بتاعته في سفر الجامعة. يجي سفر نشيد الأنشاد في معناه الرمزي ويقول لك ان اللي العالم ما يقدرش يدهولك وما يقدرش يشبعك، الرب يشبعك. العلاقة بين الشخص والرب في النظرة الرمزية للي اتقال في نشيد الأنشاد. فشوف الترابط، الحكمة تقودك انك تفهم العالم صح وما تنخدعش، وتقودك في نفس الوقت مش انك خلاص العالم مش هيشبعك تبقى من غير علاقة مشبعة، لا، علاقتك مع الرب ستكون مشبعة ومشبعة جدا. ده أنا بقول أن في اختلاف بين الكتاب. خدت مثل اللي هو سليمان، سليمان أغنى الأغنياء، طب وبطرس أفقر الفقراء لأنه صياد سمك. شغلته إيه بطرس؟ صياد سمك. ده كتب في ألم استخدمه الروح القدس، وبطرس ألم استخدمه الروح القدس. لكن ده مع ده مع 38 ألم طلع في النهاية كتاب واحد، مش 40 كتاب، لا طلع كتاب واحد في وحدة. وديني بشرح للمشاهد وأنا بتكلم العلاقات زي إن سفري بمتجه بيركز على نقطة، يجي السفر اللي بعديه يركز على نقطة تانية. فعندنا اختلاف عزيزي المشاهد في المستوى الاجتماعي للناس اللي استخدمها الروح القدس، مش بس الفروق الزمنية. يعني شوف سليمان كان في سنة كام وبطرس كان في سنة كام، مسافة ضخمة حوالي مثلا ما يقرب من 1000 سنة. ومع كده السفرين دول مع بقية الأسفار بيعملوا وحدة، مفيش تناقضات، في هارموني، في انسجام، ده بيكمل ده بيكمل ده رغم الاختلافات. يعني ده غني جدا وده فقير جدا. في اختلاف كمان في الثقافة بين يعني دانيال مثلا، دانيال كتب سفر دانيال. دانيال تثقف، راح الجامعة بتاعت بابل أعلى جامعة في العالم في ذلك الوقت، وكان عمره حوالي 16 سنة، يبقى الثقافة بتاعته عالية جدا جدا. لما تقارنه بواحد صياد زي يوحنا، كتب يوحنا إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا وإيه كمان وسفر الرؤيا، في فرق ضخم جدا بين ثقافة واحد صياد وثقافة واحد متخرج من أعلى جامعة في وقته، جامعة بابل، أعلى جامعة تخرج منها دانيال. ومع كده تلاقي سفر دانيال وفروق سنين، مئات السنين بين وقت الكتابة ده وقت سفر دانيال، بيكمل سفر الرؤية. يعني تفهم سفر الرؤية لما تقرأ سفر دانيال، وتفهم سفر دانيال لما تقرأ سفر الرؤية. واللي كتب سفر دانيال واحد مثقف جدا، وكمان في وظيفة عالية جدا، كان في خد وظائف عالية قوي، كان الرجل الثاني في مثلا في مملكة فارس. ودانيال بيكمل يوحنا في سفر الرؤيا، والاثنين بيتكلموا عن نهاية الأيام،
واللي عايز يفهم نبوات دانيال يقرأ سفر الرؤيا، واللي عايز يفهم دانيال سفر الرؤيا لازم يقرأ دانيال. ادي التكامل، شوف العلاقة بين الأصفار بعيد عن بعض في الزمن وفي اللون القلم اللي كتب، لكن لأن الروح القدس والكاتب الحقيقي خلى السفرين دول يكملوا بعض، دانيال يكمل سفر الرؤيا وسفر الرؤيا يكمل دانيال. اختلافات في المستوى الاجتماعي، شفنا سليمان وبطرس، اختلافات في الظروف كمان، شفنا اختلافات في الثقافة، ظروف الكتابة في اختلاف، يعني موسى كتب وهو في البرية، برية سينا، متنقل في خيمة بيبيت بالشعب كله في خيام وهو في خيمة، والروح القدس استخدمه لكتابة كم سفر؟ خمس أسفار، خمس كتب يعني. وحتى الخمس كتب دول تلاقي الترابط، يعني تلاقي مثلا التكوين يتكلم عن سقوط الإنسان، وعشان كده التكوين ينتهي بالموت، آخر عبارة فيها تتكلم عن الموت، سقوط الإنسان ونتائج السقوط، ده سفر التكوين. إيه نتائج السقوط في الخطية؟ قايين قتل هابيل مثلا، والموت صرى، يقول لك فلان جاب فلان ومات، فلان جاب فلان ومات، وهكذا. طب سفر الخروج بيتكلم عن ايه؟ الفداء، انك تطلع من نتائج الخطيه. طب موسى كتب عن السقوط وكتب عن الفداء، سفر الوراء على طول، سفر الخروج في خروف الفصح اللي بيتكلم عن الرب يسوع والدم المسفوك واللي اتحط على البيبان، والناس الرب افتداها بزراعة قوية وطلعها من قصر الفرعون اللي هو نتيجة الخطية بتاعتهم، ايه ده، ونجوا من الملاك المهلك. ده يبقى إذن التكوين بيركز على نتائج الخطية، ويركز التركيز يعني، لكن بيتكلم عن حاجات تانية طبعا. وسفر الخروج بيركز على الفداء. طيب تقول لي ما السفر الثالث اللي بعديهم ايه اللي كتبه موسى؟ اقول لك سفر اللاويين، كل ده كتبه موسى في البريه في الصحراء، يعني مش قاعد في اوضه، قاعد في خيمه. اتكلم بقى عن نتيجه ان انا الرب فداني من نتائج الخطيه، اعيش ازاي؟ يقول لك ده سفر اللاويين بيتكلم عن القداسه، ان لو انت خدت الفداء وتقول كده مع بولس لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، ولو انت بتقول انا افتديت، يبقى نتيجة الفداء انك تعيش للرب، والرب عايزك تعيش في القداسة، وده التعليم بتاع سفر اللاويين، تعليم. شوف ثلاث أسوار، السؤال مترابطين؟ مترابطين. طيب موسى كتب وهو في البرية. طب ما ناخد واحد زي بولس مثلا، في رسائل كتبها بولس اسمها رسائل السجن، اربع رسائل اسمها رسائل السجن، كتبها وهو في السجن. في فرق بين برية وسجن. داود مثلا كتب المزامير، جزء من المزامير، مش كل المزامير، كتب جزء منها هو في القصر، يعني واحد داود عمل القصر ليه في مدينته، مدينة داود اللي هي أورشليم في جبل صهيون، كتب مزامير، مش هو اللي كتب، ده الروح القدس عطاه في القصر، يعني قصر ملك عظيم كمان. بينما موسى كتب في خيمة في البرية، وبولس كتب وهو في السجن، مش كل الرسائل كتبها في السجن، عندنا أربع رسائل كتبها بولس في السجن، هي أفسوس، كلوسي، فيليبي، ورسالة فيليمون.
أربعة دول يسموا رسائل السجن. لازم تفتخر بالكتاب المقدس، لازم تجد تناغم وترابط بين اللي قاله موسى في الأسفار الخمسة وبين اللي كتبه داود وهو في القصر وبين اللي كتبه بولس وهو في السجن. في ترابط، في تناغم، في وحدة. يبقى شفنا ان في فرق في المستوى الاجتماعي، في فرق في المستوى الثقافي، في فرق تنوع، يعني بلاش فرق، في ظروف الكتابة، الاسلوب. الكتاب المقدس مش اسلوب واحد بس برضو وحدة واحدة. ويمكن في النسخة العربية بتاعتنا ما بنشوفش الاختلاف الاسلوب، لان انما الاسلوب باين قوي في الاصل العبري، لان في اسفار اتكتبت بالشعر، شعر زي المزامير ده شعر، زي سفر ايوب كده ده شعر. وفي اسفار اتكتبت نثر زي اسفار موسى، وفي اسفار بقى اتكتبت بصيغه الرسائل زي رسائل بولس، تنوع. وفي اسفار تاريخ اتكتبت قصص زي في العهد الجديد الاناجيل وعمل الرسل، ويقابل الأناجيل اللي هي قصص وعمال الرسل في العهد القديم أصفار فيها قصص، صموئيل زي مثلا وقبل صموئيل في يشوع وسفر القضاء، وزي ما انت قلت سفر صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأولى وأخبار الأيام الثانية. يبقى عندنا تنوع كمان في الأسلوب. لكن وانا بقرا الكتاب واجيب ايه واقرنها بايه واحط الايه دي مع الايه دي، لا، بلاقي الكتاب واحد. طبعا لما اترجم الشعر ما قدروش يترجموا شعر الشعر، فموضوع كنس، لكن هو في الحقيقه شعر، مزامير شعر، قصيده، لانها بتتلحن، عشان كده تتلحن على موسيقى. في تنوع، في الاسلوب في تنوع. يعني عندي الرب بيوصل لي الفكر بتاعه من خلال اسلوب الرساله، زي واحد بعت جواب، الرب بيحبني فبيستخدم اساليب متنوعه. وانا بحب التاريخ والقصص، تلاقي في الكتاب المقدس تاريخ، بس مش تاريخ بقى ما يغيركش، لا، تلاقي تاريخ يكشف عيوبك، لان الكتاب المقدس مرآه، كتاب وصف نفسه انه مرآة، يشوف فيها الانسان ايه. زي ما انت تبقى متسخ وتبص في المراية، الحتة دي كذا، ايدي كذا. فالكتاب المقدس مراية بتكشف، يعني تقرأ الكتاب المقدس وتلاقي ان الكتاب المقدس ليه سلطان عليك، بيكشف اعماقك، بيوريك انت كذا، انت يدخل جوه عمق الانسان ويطلع كل حاجه وحشه فيه. طب ليه بيعمل الكتاب كده؟ عشان يغسلني، عشان ينقيني. انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. عشان كده احدى رموز الكتاب المقدس والكلمه في الكتاب الميه. الميه ترمز للروح وكمان ترمز للكلمه. ليه؟ لان الرب يسوع غسل التلاميذ بالميه، فهو بيغسلنا بالكلمه وينقينا ويورينا بالمراية اللي هي الكتاب العيوب بتاعتنا، ونعرف العيوب بس ما نيأس. ليه؟ لأن الروح مش هخليك تيأس، يقولك ارمي نفسك على الرب، اعترف بالحاجات الوحشة اللي عندك، والرب هيعمل معاك أمور عجيبة جدا. ففي اختلاف، في اختلاف في اللغة كمان، يعني العهد القديم بالعبري قريب للعربي، العهد الجديد باليوناني، وحتى العهد القديم في جزء منه مش بالعبري، بالكلداني. وبرضو الثلاث لغات دول بيترجموا لكتاب واحد، وما بشعرش بحس ان الكلمة مع الكلمة والكلمة لها سلطان عليا، والآية دي بتقول الآية دي، في ترابط عجيب وعجيب جداً رغم تنوع الأقلام،
اختلاف ثقافتها، اختلاف ظروفها الاجتماعية، موجودة فين. في واحد كتب مثلا، دانيال كتب في بابل، في أقصى أقصى بابل، بعيدة قوي في العالم القديم، كانت أقصى الشرق. بينما بولس كتب مثلا من روميا في أقصى الغرب، بينما موسى كتب في جزيرة سينا في الوسط، هنا وهنا وهنا. وألاقي أن الكتاب وحدة واحدة. ولو سألتني طيب أي كتاب بيبقى ليه هدف، ليه موضوع، أقول لك الكتاب المقدس اللي بيتكون من 66 سفر أو 66 كتيب أو كتاب، يعني ليه هدف. إيه الهدف؟ إنه هو بيتكلم عن من أوله لآخره عن علاقة الله بالإنسان، والتركيز على الرب يسوع المخلص. هتلاقي الكتاب كله 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 بيدور، ده من التكوين، بيدور حوالين الرب. وإذا كانت الخطية بعدت فصلت الإنسان عن الإله وتعبته، فتجسد الرب وروحه للصليب ومن أجل الإنسان يخلي الإنسان لما يؤمن به يتحرر من نتائج السقوط. الكتاب المقدس بيتكلم عن علاقتي مع الرب، حياتي للرب، إزاي أعيش للرب اللي مات من أجلي. إذن كله بيدور حوالين الهدف ده. ناخد أول سفر مثلا، تقولي التكوين بيتكلم عن الرب يسوع، أقولك نعم، أقدر أشوف المسيح اللي بقرأ عنه في العهد الجديد في أول سفر في أسفار العهد القديم، أقولك طبعا طبعا. بس مش هتقدر تفهم إلا يعني في علاقة بين العهد القديم والعهد الجديد، إن العهد القديم يعلن أسراره لما تقرأ العهد الجديد، والعهد الجديد تقدر تشوفه مستخبي كده في العهد القديم. يقولوا كده تعبير منتشر، ان العهد القديم معلن في العهد الجديد، والعهد الجديد اسفاره يعني واهدافه مخبأة وسط كلمات العهد القديم. ادم، مش ده ادم الاول؟ طيب ده التكوين بيتكلم عن ادم رأس البشرية. طيب لما تبص كده ممكن تطلع معايا لو سمحت، و تذهب إلى رسالة كتبها بولس من أوائل الرسائل، الرسالة اللي كتبها بولس إلى كنيسة كورنثوس، وتقرأ الأصحاح الأول، الرسالة الأولى، تقرأ أصحاح 15. كما في آدم يموت الجميع، طبعا رومية قالت كده برضو، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. إذن هنا مقارنة بين آدم وبين المسيح، ده في آية كام؟ أصحاح 15 في آية 22. وبعدين لما تقرأ في نفس الأصحاح يقول كده، صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا، وآدم الأخير روحا محييا. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني هو الرب يسوع الرب من السماء. إذن آدم بيكلمنا عن الرب، ده رأس بشرية ساقطة، والرب رأس البشرية المفدية المقامة من موت الخطية. آدم جاب الموت للبشر، والرب يسوع جاب حياة للبشر لكل من يؤمن به. إذن في ده آدم أول شخصية في الكتاب، أول شخصية في الكتاب تقراها
تقرأ عنها مربوطة بالرب يسوع. أنا قلت لك كل سفر التكوين لما تقرأ سفر التكوين فيه مش بس آدم، هابيل، ذبيحة هابيل تتكلم عن الرب يسوع المذبوح، بلاش النبوة، نسل المرأة يسحق رأس الحية. مين نسل المرأة ده اللي يسحق رأس الحية ده؟ وليه مش نسل الرجل؟ شوف الدقة بتاعت الكتاب، يعني تقول ليه مش نسل الرجل، ليه نسل المرأة؟ وعجيب ان موسى وهو بيكتب ما اعترضش مثلا، لا ده تحت الروح القدس. نسل المرأة، وفي حد هيتولد ما يبقاش ليه اب جسدي؟ الرب يسوع ما عندوش اب جسد، فهو بالجسد نسل امرأة لان ليس له اب جسدي. طب والرب ده مكتوب عنه ايه في سفر التكوين؟ مكتوب عنه انه يسحق رأس الحية. يبقى أنا سفر التكوين فهمني أن بالرب يسوع أنتصر على الحية اللي هي الشيطان، أنتصر على الحية. الحية بتاع سفر التكوين أقرأ عنها كمان في سفر الرؤية في نهاية الأيام، شوف الترابط بين الأصفار. بس من سفر التكوين أنا عارف أن مش ممكن أنتصر على الشيطان بدون الرب. الرب هو اللي بيسحق، اللي سحق رأس الحية وحسم المعركة مع الشيطان لصالحي في الصليب، في معركة الصليب. زي بقى يجي مين يفصل لك الحتة دي؟ تلاقي مثلا بولس وهو في سجن روما بيقول الآية اللي الرب عمله مع الشيطان في رسالة كولوسي: من سجن روما باتفق مع موسى اللي كتب في البرية. شوف الروعة، شوف الترابط مع بولس لما كتب رسالة كولونسوس الأولى. عزيزي المشاهد، أصلي أنه الكلمات اللي سمعناها دي تخلق جوانا عطش وحب أننا نحب كلمة الله، وفعلا وجدت كلامك فأكلته، نتلذذ بكلمة الله. لو في شخص بيشاهد الحلقة النهاردة ودايما علاقته مع الكلمة كده فيها بالنسبة له الكلمة قرايتها صعبة أو حاسس أنه كتاب عادي، نهاردة باسم يسوع قول له يا رب كده المسني لمسة، افتح عيني يا رب فأرى عجائب في شريعتك، اعمل نقلة جديدة يا رب في حياتي في العلاقة مع كلمتك باسم الرب يسوع المسيح. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نور يتزايد، الرب معكم. بخصوص الكتاب المقدس، علاقة العهد الجديد بالعهد القديم. واحد يقول لي أنا مش عايز أقرأ العهد القديم، يعني قراية الكتاب عايزة لمسة من الرب. واحد يقول لي ليه أقرأ القصة 4 مرات زي قصة إشباع الجموع؟